انا على فكره بمناسبه المتحف بقى هتيجي نتفرج على حته من ناس معين بس الناس كده نستعيد عبق الزمن الجميل ونرجع نشوف ده. اتفضل. سيدي امين بيه جواب من سيدي جاس ولدك يعني عايز يتجوز واحده خواجايه. انا هدوئي مش معناها ان انا مسلوب الاراده. انت عارف يا حسن ان انا ضد الدكتاتوريه على طول الخط حتى لو كانت دكتاتوريه الاب على اولاده. هكذا الدنيا دائما لا تجمع الناس الا لتفرقهم. سمو الاميره احنا ناس دمنا حامي وبيننا وبين الانجليز طار، لكن سموك هيكون بينك وبينهم طار ليه؟ سعد اوعى تزود كلمة واحدة تاني.